كلمة أحبها إلا اليوم سلام. سعد أموت فيه لبيك أحسن تقول إلا اليوم أكره لا كلمة أحبك فيه يا أخي أنت ما تفهم يا أخي طيب. أنا أشطف أشطف مرة أي سيرتك الذاتية يا صاحبي ها سيرتك الذاتية عطني سيرتك الذاتية والله العظيم من تبي يسألني عنها نجيب العيد فيك ترى عطني سيرتك الذاتية وليد وش يقول قبل شيء انا ايش سالته قبل شوي عشان اتاكد من المعلومه هل هي صحيحه ولا لا وش قال ولد ما تعرف سيرتك الذاتيه انت ما تعرفه انا والد في الصمان لا اسمك اسمك سعد بن محمد بن سعد بن محمد بن سعد الدوسري الدوسري نعم وليد برج قصدك ولا لا اي مواليد وين ولدت فيه يعني قصدك تاريخ عام كم لا وين ولدت فيه فيها شو اتذكر عام كم يا شيخ والله تجيب العيد انا بارك الله فيك ولدت في الامارات العربيه المتحده في اماره فجيره ما شاء الله وش اللي خلاك يعني تولد يعطيك العافيه وش اللي خليك تولد في الامارات هل كان يعني عمل الوالد كان هناك ايه؟ هل كان الله الله ايه الوالد كان يشتغل هناك في المحكمه ما شاء الله نعم في وزاره العدل عسى مقطع يدي اي بسم الرحمن مو كذا مو كذا ما هو بس ايه لا شغل يا ان شاء الله شوف لبنيين ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اسلم انت بتاكل معنا اليوم باذن الله انا لله وانا اليه راجع لا اله الا الله وانا لله وش ترجي وش فيك انت علي انت بتكمل قوه العصبيه تاكل معنا وما يدري فجيره ما يدري فجيره نعم متزوج متزوج وعندي محمد الكبير ومشان امه في توام ما شاء الله توام موجودين ما شاء الله كل موجودين يا شباب طقطق يا شباب والله طقطق علي ذا طيب قبل لا اروح الوليد لبيك مهنتك موظف حكومي ما شاء الله اي والله المحكمه ما شاء الله ورثنا من الوالد يعني على خط الوالد على خط الوالد على خط الوالد ونعمل خطه والله اقول لكم نعمل خطه رد علي والله العظيم ان نظرتي ان فيها ريبه من نظرتك رجعت تعرف خوفي اقول لكم نعمل خطه جرب يا ابن حالك الله يسلمك الله يطول عمرك